بالمناسبة الهاني سليمان دي مباراته رقم 29 الموسم ده، استقبل 29 هدف وخرج ب10 كلين شيتس هذا الموسم، خرج بشباك نظيفة في 10 مباريات. ادي عبد الكبير اللي بيلعب الكرة العرضية، خطأ كبير، ادي الهدف، ادي الهدف، جول الهدف الأول بدري جدا. أحمد عاطف يأتي بالهدف الأول لمودرن سبورت بالقدم اليمنى، يستغل الخطأ الغريب من خط دفاع الفريق السكندري. أحمد عاطف بقدمه اليمنى يضع الكرة في المرمى. البداية مش مبشرة، البداية مش حلوة، مش حلوة البدايات يا سموحة، البداية مش أفضل حاجة. أحمد عاطف يأتي بالهدف الأول لمصلحة الفريق الأحمر، واحتفال على روح المرحوم، واحتفال بصورة المرحوم الخلوق الكابتن أحمد رفعت طبعا، اللي في قلوبنا دايما، اللي مش هيروح من قلوبنا دايما. وهدف أول لمودرن سبورت. شوف الكرة اللي فاتت اتلعبت عرضية زي إبعاد غريب جدا من عبد الرحمن عامر، والكرة على طول بالقدم اليمنى من اللاعب أحمد عاطف يأتي بالهدف الأول الجميل اللي في البداية. شوف كمان الهدوء الكبير جدا عند صادق، محمد صادق ما تصربعش في الكرة اللي فاتت، ما استعجلش، لعبها برجله الشمال على طول لأحمد عاطف اللي واقف في مكان سليم وحط الكرة ببطن رجله اليمين بدون أي فلسفة أو تفكير زايد، يضع الكرة في المرمى عشان تصبح النتيجة 1-0 لمودرن سبورت في هذه المباراة. على العموم كرة عند عبد الكبير مع الكرة، يعدي يدخل في الزحمة، يلعب الكرة في وسط الملعب، واحد واثنين، حلوة الكرة، التالتة فين؟ التالتة عند عبد الكبير مرة تاني، صادق، جول، الهدف التاني لمودرن سبورت. يا سلام الضغط الذي يأتي بهدفك المطلوب، صادق يصنع ويسجل، يظهر ويتألق ويتقدم مودرن سبورت بالهدف التاني في الدقيقة 29. محمد صادق يعني يتوج مجهوداته بهدف، برافو محمد، برافو، انطلاقة ايه وجمال ايه واحتفال بنفس الطريقة، لازم طبيعي، لازم طبيعي احتفال طبعا بنفس طريقة الهدف الاول. 2-0 لفريق مودرن سبورت، المرة دي عن طريق اللاعب محمد صادق، يظهر من الجانب الايسر ويسجل. عاطف لعبها لعبد الكبير، عبد الكبير شاطها، خبطت الكرة في ميدو، سددها محمد صادق وسجل الهدف الاول في الدقيقة 29. يأتي بالهدف الثاني عفوا لمصلحة مودرن سبورت في هذه اللحظات. هو ضغط إيجابي، هو فريق جاهز بيتحرك من غير كرة بشكل كويس، بيتمركز بشكل سليم، وبالتالي التفوق موجود من مودرن سبورت في نصف ساعة أولى على أرض الملعب. 2-0 صادق يسجل، صادق ترجع تاني الكرة لمصلحة الفريق الأحمر، بيحاول فيها ان هو يوصل للهدف الثالث. جوزيف جوناثان عرضية بقدمه اليسرى، حلوة الكرة، عدت، مشيت خطيرة، جول، مش ممكن، مش ممكن، خطأ كبير يخلص المباراة بدري بدري، خطأ حارس المرمى لا يغتفر، الخطأ لا يغتفر، والكرة بهدف ثالث بالنسبة لخالد رضا، يسجل الهدف الثالث القاتل بالنسبة لفريق مودرن سبورت. الهدف الثالث، شوف الركنية اتلعبت ازاي، حاول يمسكها الهاني سليمان، ولكن الكرة نزلت من ما بين ايديه كده وحطها في المرمى. خالد رضا يقول له متشكرين على الهدية، فريقي مش محتاج هدايا، فريقي مش محتاج هدايا، فريقي متقدم 2-0 وباله رايق وباله هادي وجميل والجو هادي خالص، ولكن انت بتديني هدية، متشكرين متشكرين. يسجل خالد رضا الهدف الثالث لمصلحة مودرن سبورت. الامور بتصبح صعبة جدا واصعب على الفريق السكندري، مش ممكن.